سأل نفسك، قال لك سألت ولدك يا ولدي تعرف تقرأ القرآن ولا ما تعرف، ختمت المصحف ولا ما ختمته، سأل نفسك وأنت أعلم بذلك. هل جمعت ولادك وجلست تقرأ أنت وياهم قرآن كريم؟ هل شغل بالك ولدك أن ولدك ما يعرف يقرأ قرآن وأنت بتموت عنه وما يعرف يقرأ كتاب الله عز وجل؟ هل شغل بالك هذا الأمر؟ هل ختم ابنك المصحف على يديك؟ اسأل نفسك هذا السؤال الذي ستلقى به رب العالمين سبحانه وتعالى. يوم ولدنا يجيب دال في الإنجليزي الواحد يضطرب، تعبان ليش؟ واللي بيسقط، واللي يوم بيوصل الثانوية العامة بيجيب نسبة ضعيفة لأنه في اللغة الإنجليزية، إيش بسوي له؟ ويمشي يقترض عشان يرسل ولد الهند، ولا يرسل ولد بريطانيا، ولا يدخل معهد، ولا ما أعرف إيش. وتجي في الصيف نبا ولدك ينضم معنا المركز الصيفي، قال لا، ولدي با يتعلم إنجليزي. طيب وتبا ما تبا يتعلم قرآن؟ القرآن بيتعلم اللي يوحي له، سبحان الله، لأن القرآن من الثانويات وليس من الأولويات. هل هذا واقع أم هو خيال؟ واقع أم خيال؟ واقع.